Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette séance. Toujours dans l'unité 2, faire des achats en ligne. Aujourd'hui, on va aborder l'étape de point langue, je repère et je comprends. يعني في هذه الحصة سنتحدث عن نقط تتعلق بالدرس اللغوي. سنستخرج بعض الجمل من الوثائق التي درسناها ونحاول فهم طريقة تركيبها لغويا. Activité 1. النشاط الأول. Je complète le tableau suivant. أتمم الجدول التالي. عندنا أربع خانات في هذا الجدول. سنحاول أن نستخرج الأمثلة المتعلقة بكل خانة والأدوات المستعملة لغويا لصياغة هذه الجمل. الخانة الأولى pour proposer quelque chose à quelqu'un، يعني كيف تعبر لتقترح شيئا عن شخص ما. ثم الخانة الثانية caractériser des produits، يعني كيف تحدد أو تذكر مميزات منتوجات ما. في الخانة الثالثة exprimer la quantité، سنستخرج من الوثائق الأمثلة التي تعبر عن الكمية ونرصد طريقة صياغتها. ثم أخيرا انديكي لو بري، سنستخرج الجمل التي تحدد أثمنة الأشياء التي اقتنيت داخل النص ثم نحدد طريقة صياغتها لغويا. حاولوا أن تنجزوا هذا التمرين لوحدكم قبل أن نمر إلى التصحيح. والآن نمر إلى التصحيح. في الخانة الأولى pour proposer quelque chose à quelqu'un، لكي تقترح شيئا ما على شخص ما، استخرجنا من الوثيقتين الجمل التالية. بالنسبة للجملة الأولى si vous recherchez un lot de t-shirt en coton bio nous le ferons au prix de 100 dirhams l'ensemble. إذا كنتم تبحثون عن قسيمة متكونة من قمصان بالقطن الطبيعي، نحن نمنحه لكم بثمن 100 درهم للمجموعة. لكي نصيغ هذه الجملة، نحن عبرنا عن فرضية exprimer l'hypothèse. استعملنا si plus verbe conjugué au présent vous recherchez plus un autre verbe au présent كجواب للشرط. On passe maintenant à la deuxième phrase. Si vous préférez écouter de la musique, choisissez un lot de deux écouteurs sans fil et visitez notre site d'internet, etc. إذا كنتم تفضلون الاستماع للموسيقى، اختاروا قسيمة مكونة من سماعتين بدون خيط وزوروا موقعنا على الانترنت. لكي نصيغ هذه الفرضية، استعملنا si plus un verbe conjugué au présent de l'indicatif vous préférez plus l'impératif présent فعل مصرف في الأمر. عندنا هنا choisissez اختاروا و visitez زوروا. Et maintenant on passe à l'autre phrase. Nous vous recommandons, نطلب منكم أو ننصحكم ب أو نوجهكم إلى. وفي العبارة الأخرى Nous vous proposons, نقترح عليكم. وفي العبارة الأخيرة Vous l'achetez, nous le ferons, vous en achetez. يمكنكم أن تشترونه. إل هنا تعبر عن الضمير. Nous le ferons, نمنحه لكم. إل هنا تعود على الضمير. Vous en achetez, الضمير هنا هو on. لصياغة هذه العبارات استعملنا le pronom personnel sujet nous أو vous هنا، le pronom personnel complément الضمير الشخصي الذي يعبر عن المفعول به، وكما قلنا بأن الضمير في اللغة الفرنسية يسبق الفعل على عكس اللغة العربية. عندنا هنا في العبارة الأولى vous، في العبارة الثانية vous، في العبارة الثالثة l apostrophe، في العبارة الرابعة إلا بوستروف أيضا، وفي العبارة الأخيرة أون. وهذه الضمائر تسمى برونون بيرسونيل كومبليمون، ثم نضيف إليها الفعل ونتمم الجملة.
نمر إلى الخانة الثانية كاركتيريزي دي برودوي يعني ذكر مميزات منتوجات ما. في العبارة الأولى une paire de chaises en aluminium يعني زوج من الكراسي بالألومنيوم وهنا un lot de t-shirts en coton bio قسيمة من القمصان من القطن الطبيعي. ولكي نصيغ هاتين العبارتين استعملنا لو غروب نومينال. عندنا هنا une paire ou bien une paire de chaises plus complément donnant. Deux chaises ou bien en aluminium, ce sont des compléments donnants. وفي العبارة الثانية أيضا allo c'est un groupe nominal de t-shirts et en coton bio sont des compléments donnants. ثم في العبارة الأخيرة دي صابون ارتيزانال à la lavande. صابون مصنوع من المهن التقليدية à la lavande بالخزامة. لكي نصيغ هذه العبارة استعملنا الارتيكل انديفيني بارتيتيف. savon c'est un nom, artisanal c'est un adjectif épithète, a c'est une préposition, la lavande c'est un complément de nom. ثم نمر إلى الخانة الأخرى exprimer la quantité يعني لكي نعبر عن الكمية. استعملنا في العبارة الأولى beaucoup de surprises العديد من المفاجآت. استعملنا l'adverbe d'intensité ou bien l'adverbe de quantité beaucoup de plus de c'est une préposition plus nom au pluriel اسم في الجمع. ودائما عندما تستعملون les adverbes d'intensité رغم أن هذا الاسم قد يكون في الجمع إلا أننا نستعمل de ou bien des apostrophes. في العبارة الأخرى une paire de chaises, un lot de t-shirts يعني زوج من الكراسي أو قسيمة من القمصان. استعملنا le groupe nominal une paire ou bien un lot plus de c'est une préposition plus nom au pluriel. chaise c'est un nom au pluriel et t-shirt c'est un nom au pluriel. في العبارة الأخرى 1 كيلوغرام دو لكي نصيغ هذا التعبير استعملنا لادجيكتيف نيميرال كاردينال 1 مثل 1 2 3 الى اخره سون دي لادجيكتيف نيميرو كاردينو. ثم نذكر الوحده وحده القياس لونيتي دو مزور التي عندنا هنا الكيلوغرام بليس لا بريبوزيسيون دو. ثم نقول المنتوج الذي نود ان نعبر عن كميته. Et la dernière phrase, deux écouteurs. لكي نصيغ هذه العبارة استعملنا l'adjectif numéral cardinal de. ثم أضفنا إليه مباشرة un nom écouteur. والآن نمر إلى الخانة الأخيرة indiquer le prix. يعني كيف نشير أو ندل أو نعبر عن الثمن. عندنا في العبارة الأولى acheter à un prix de 1400 dirhams. لكي نعبر عن هذا الثمن استعملنا le verbe acheter اشترى يشتري و l'expression à un prix de بثمن ثم أضفنا إليه الثمن le montant 1400 dirhams. ثم في العبارة الثانية le prix est réduit à 90 dirhams يعني الثمن انخفض أو نزل إلى 90 درهم. لكي نعبر عن هذه العبارة استعملنا هذا التعبير cette expression le prix est réduit à الثمن انخفض إلى ثم نضيف إليه ثمن الشيء 90 درهم 90 درهم. في العبارة الأخرى 1 كيلوغرام de savon coûte 25 درهم. كيلوغرام من الصابون يبلغ ثمنه 25 درهم. لكي نصيغ هذه العبارة ذكرنا الكمية وكذا المنتوج اسم المنتوج لوبجي اسم الشيء الذي نود أن نعبر عنه كوت ستان فيرب يعني يبلغ ثمنه. ثم نذكر الثمن لو مونتون 25 درهم 25 درهم. وفي هذه العبارة مثلا نقول اشوتي اون بواط au prix de 80 dirhams. يعني نشتري علبة بثمن 80 درهم. لكي نصيغ هذه العبارة هنا le verbe acheter ثم نذكر اسم الشيء الذي نود شراءه l'objet ونستعمل بعده التعبير au prix de l'expression بثمن
ثم نذكر لو مونطون يعني الثمن. وفي العبارة الأخيرة عندنا acheter à 150 dirhams. ولكي نصيغ هذه العبارة استعملنا لو فيرب acheter, اشترى يشتري, la préposition à بي, ثم نذكر الثمن ب 150 درهم لو مونطون. وبالتالي نكون قد أنهينا إجاباتنا لهذا التمرين. وربما قد يتساءل البعض منكم ما الفائدة من هذا التمرين. الفائدة من هذا التمرين هي هذه الأدوات ليزوتي التي عندنا هنا ستحاولون أن تستعملوها لكي تعبروا عن كل طلب من الطلبات التي عندنا في هذه الخانات. يعني من خلال هذه الأدوات التي صغناها ستحاولون أن تبنوا جملا جديدة لكي تختبروا هل تمكنتم من هذه الأدوات وكيف تستعملونها أنتم أيضا عندما تذهبون لشراء شيء ما. إلى هنا تنتهي حصتنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إلى اللقاء في الحصة القادمة.